السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني مع أهل القرآن مع فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، اللي هو طبعا غني عن التعريف من الشجرة الكريمة. الشيخ محمد الطبلاوي النهاردة هيسمعنا الآيات القرآنية الكريمة بصوته اللي هو ورثه عن فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يمتعنا ويمتع المشاهدين كلهم بصوته. فضل فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. ومعانا فضيلة الشيخ جمال السيد حسين، مبتهل ومنشد. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا، وأهلا بك فضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ جمال. بارك الله فيك حضرتك النهاردة. فضيلة الشيخ محمد، عايزين نسمع من حضرتك، تسمعنا وتسمع المشاهدين رائعة من روائع القرآن بإذن الله. سمعنا كده شيخ محمد، كده ناخد المايك كده حضرتك وتسمعنا. الشيخ جمال بقى اتفضل نبدأ احنا، يعني اتفضل يا فندم. ما احنا نبدأ بافتتاحية بالقرآن. الشيخ جمال بقى مبتهل بقى وهيسمعنا ان شاء الله، يعني ربنا يفتح علينا النهارده في الحلقة بتاعتنا ان شاء الله. يا رب. اتفضل فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولا
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. القلوب تصدق وجلاءها القرآن. والوقت هنسمع الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، يسلج صدورنا بالابتهالات الدينية والدعاء. تفضل فضيلة الشيخ. لا الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا يا
صلي وسلم على علم الهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الوباء عن مصر يا رب وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين يا رب يا رب. نرجع لفضيلة الشيخ محمد. حضرتك يعني اللي قام بتعليمك واللي اعان حضرتك في التعليم مين؟ بالنسبه للقران الوالد الله يرحمه طبعا الله يرحمه من الصغر يعني من سن 6 سنوات كده انا واحمد اخويا يعني بدا يحفظنا في القران على في البيت معايا يعني على ايده صراحه والله حفظت القران كاملا على يد فضيله الشيخ محمد محمود الطبلاوي الحمد لله واحكام التجويد والقراءات طبعا الحمد لله طبعا وحضرتك التجويد وقراءات لا انت معايا حفص حفص بروايه حفص عن عاصم بتقرا وساعات بنقرا من روايه ورش برضو احيانا دي القراءات اللي حضرتك الحفظ نفسه يعني حفظناه على ايد الوالد بروايه حفص عن عاصم انما حضرتك شيخ جمال اتعلم بدات الابتهالات من امتى دي واحنا في المدرسه من وانت لسه طالب في المدرسة اتعلمت الابتلات الدينية كان عندنا فريق طلائع وكده وكنا بنعمل فرق انشاد وكنا بنصفي على مستوى الجمهورية فرق انشاد ديني انشاد ديني انشاد ديني كنا بنصفي على مسرح الشبان المسلمين اللي في رمسيس ويمكن كان بيحضر الحفلات
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله. رحمة الله عليه. وكان بيهتم بالنشاط ده جدا صراحة. وكان بيحضر الحاجة دي، يعني كنا بنعمل أنشطة كانت على مستوى الجمهورية. فكنا بنصفي في القاهرة. وكانت الأعمال كلها بتقام في المعاهد النموذجية اللي هي في مدينة نصر حاليا. فضيلة الشيخ محمد، أنا حاسس إن طبقات الصوت نفس طبقات صوت الوالد الله يرحمه. الحمد لله. فحضرتك جينات يعني ايش جينات يعني؟ جينات الوراثيه. حضرتك النهارده برضو عايزين نسمع حاجه كده يعني قريب. انت حضرتك لسه سامع من شويه برضو نسمع يعني برضو حاجه ثانيه شويه يعني يعني حتى الشيخ حسين لما كان بيقول كان اي صوت عموما محتاج تسخين شويه. واخد بال حضرتك يعني لازم شويه لازم يعني ما حضرتك اللي احنا قلناه ده تسخين يعني اللي قاله الشيخ جمال ده كله اللي قاله الشيخ جمال ده كله ده بالنسبه له تسخين بيسخن صوته بس لسه صوته ما حضرش يعني ما احنا حضرتك شيخ محمد يعني افضل من كده كمان الشيخ جمال احنا بنستغل بصراحه الحلقه بتاعتنا بنستغل الحلقه بتاعتنا على اساس احنا لسه بنسخن يعني واخد بالك ما احنا بنسخن ماشي يعني حضرتك سخنت في الفقره الاولانيه برضو عايزين نسمع حاجه جامده كده من فضلتك برضو حضرتك كنت عايز تسمع الحشر قبل كنا تقول عايز تسمع الحشر كنا عايزين نسمع الحشر ماشي ربنا يفتح لك شمعان الله يكرمك بروايه ورش لا بروايه حفص بروايه حفص ماشي اللي فضلتك تختاره ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الذي لا
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الله العظيم. شكرا فضيلة الشيخ. امال لما كنت سخنت بقى يا شيخ كنت عملت فينا ايه؟ لسه ما سخناش لسه ما سخناش. وهناخد نختم حلقتنا النهارده ان شاء الله بفاصل من الابتهالات الدينيه مع فضيلة الشيخ جمال. وبشكر حضرتك لوجودك معانا النهارده يا شيخ محمد، شرفتنا ونورت البرنامج بتاعنا، وده فخر لنا انك تكون موجود معانا في البرنامج بتاعنا ان شاء الله. البرنامج جميعا والمقدمين وكله والله الله يعزك المعدين وكل يعني الله يعزك فضيلة الشيخ بخير. الله يخليك. وبنشكر فضيلة الشيخ جمال لوجوده معانا النهارده. والنهارده انتوا بصراحه استمتعنا والمشاهدين استمتعوا معانا النهارده بوجودكم معانا ان شاء الله. بنشكر فضيلة الشيخ محمد اللي عرفنا بحضرتك وبالبرنامج. الله يعزك يا فندم. الله يخليك. ربنا يفتح عليك يا رب. رمضان يا نور القلوب رمضان مضت الشهور وقد أتيت مجددا مضت الشهور
أتيت مجددا رزق من الرحمن رزق من الرحمن اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك